بسم الله الرحمن الرحيم. وإن علم بلى قبان لمن درنوي بلى في قيام ثانية وإن علم في قيام ثانية لركعة دوامه سيزاني ترك سجدة من الأولى مثلا مثال برين سجدة وايزاني كسجدة ترك ديا لركعة يكم بخوش لركعة دوام ده أو علمها أو شك فيها إيه يا شيشي وفرقين يا علم شكر يكم سعلمي بوكا وترك سزدكم ترك ديال ركعتيكم يان قماني بولويك سزدكم ترك ديال ركعتيكم نزرة نزرة نظرة ها؟ خوي درواني نظرة نزرة تماشا دكرتي فإن كان فإن كان أقا كابرا وهابو زلسة بعد سزدتي بعشي كابراش نزرة تماشا يوزعي دكي نزرة لبوا إن علمي ها لبوا إن علمي تجرزاني إن جوها نسرة ها نظرينا إيه يا الله يبن نظري نسيا نظر كبرى درونتي بلي يعني عمر لو تماشى لكين بزاين كوا دبي بهود ولا تماشى لكين فان كان بلي جمع حكومه كيلو لكين فان كان اجا كابرا جلس بعد سجدته التي فعلها من الاولى لركعتي كم سجدتي نبرديا دواي سجدكي اجا دانشتبو جلسي استراحتي كردو جلسي بين سجدتين جلوسي بين السجدتين استراحتنا جلوسي بين السجدتين اجا كردبي كردبي استاسن خردارا الا اكس سجدي خردارا سجد فورا سجد فورا من قيام لقيام ركعه دوام راسا باب سجدكي باسون الا سجدكي خردارا ادي سجدك ادي او جلوسيا جلوسي بين السجدتين دري وقتو فيها بذلك الجلوس اكتفاء بيدا كان بوجلوسي وان ظنه للاستراحه ولو او لا واي وابي جلسه استراحتها او يكسس دي برلوابي او دوك خلاص بو دانش لو بناي سنتي دانش هل استاو لو ركعتي دوام ركعتي دوام ببيري هاتو كم سزكم نبرديها استاكت سدبا إلا يكسر دي باباشا سنش أو دانش نيك بسنة كرد لوي بزلوسي بين السجدتين واجب حساب دكي وقيل قيل دركو سنة ببدل واجبي دكي إن جلس بنية الاستراحة لم يكفيه لم يكفيه أقا بناوي استراحة دانش بي وايزاني بي أو السجد دوام خلاص بو لم يكفيه لو لم يكفيه لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا وقيل إن جلس بنية الاستراحة لو بنية استراحة بي لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا شنش أو ليوابي هدو السجدة بردية لحقيقة إجداء إليك شي بردية أو بناوي استراحة دانشتيا وما دام لم يكفيه السجود عن قيام أو السجدة لو كافيني عدي سبك باشا بل لابد من جلوسه مطمئنا ثم سجوده دبي بسيدابني شي لو جلوسي بين السجدتين او زبست السجدتين لقصده النفلة شون شي جلسكي دانشتني بناء سنتي بوا فلم ينب عن الفرض ونابي تنائب فرضي فرلكا جلوسي بين السجدتين او بنية استراحة دانشتها كما لا تقوم سجدة التلاوة عن سجدة الفرض هر وش سجدة تلاوة ببدر سجدة فرض ناكوي بسير زارمان وقوتيا ليرش عيني ويا قيل وين اقو دليل شي هنا وانيا وردوه وردوه دليل قيل ان رد كدي توا بان تلك من الصلاة او جلسيوي كبناوي استراحتي كرديا بشكل نويجيان هونيا بشكل
لا ناو نيشي ناو روشي نيشي لا ركعتي يكا بدو أمني بس لا نيشي إلا ناو نيشي بأن تلك من الصلاة لشمول نيتها لها بطريق الأصالة إيه الزايب أو غرتانا لا بالتبعي ونيا لا التبعي إيه مدري إلا بالتبعي لا التبعي وردوه بأن تلك من الصلاة لشمول نيتها لها قالت الله أكبر قلت قلت أو نشي إذا كان خواهي نشتسي هموا زلسة استراحتش ببناكمي بطريق الأصالة وطريق أصالتش لا التبعي بتبعي الدنيا فأجزئت عن الفرض ما دام لو ببدل فرضي دكوي ببدل فرضي دكوي أو زلسة استراحت دبت جلوسي بين السجدتين كما يجزئ التشهد الأخير هل وش تحياتي أخيري وإن زنه الأولى باكبر وتبقى تحياتي كمان لو يبدل تحياتي أخيري ذكري وهذه أو سجدة تلاوة ليست مثلها وش تزلسينية بالتبعة فلم تشملها نيتها نيتي نيجي شمولي سجدة تلاوة ناكا أي بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها بطريق أصالة ببناكي بطريق تبعيتها لكن نيتي هنا نيتي قراءة ديني برن أو قراءتك سجدة دايا معناها سجدة تلاوة وتبعية قراءتي شمول دكا برن شمول شي تبعية هر وشي زرسي هر سي زرسي استراحتي شمول دكا وشمول شي أصالتي ما دام وابي فلا ينافي شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة فيها منافي نيك بتبعية بطريق تبعية شمول دكا قيدناك حتى لا تجب لها نية اكتفاء بنية الصلاة. هاتو كذا سي صدي تلاوة لنا ونجي في نية صدي تلاوة بيني. لو سنشاتو نية نجي تينا نجي قراءتي تينا او اشتابي قراءتي ببدل ذكري. الزعم خونارم او صدت تلاوة هل علاقة لقن نجي هني النية. علاقة هيبر علاقة شبة تبعيتها. هل سيزل سي استراحتها علاقة شبة اصالتها. وبذلك بورديه يظهر ودردكوي اتجاه قول البغوي سي امام بغوي قصتي ريكا متزها فرمويتي لو سلم الثانيه كابراك سلامي دومي داو سلامي دوم سنته على اعتقاد انه سلم الاولى لباب السلاميه كمي دايته وبرا السنه ثم شك في الأولى لدي أقماني بوداق وسلامية كمم دايت ويانا يعني. أو بان أنه لم يسلمها يعني معلوم بوك وسلامك إن دايتوا لم يحسب سلامه عن فرضه أو سلامة ومينك وقت خوي وشي دايوا لو يبدر فرزيناك بي لو لأنه وشي صد تلاوتك لأنه أتى به على اعتقاد النفل باعتقاد نفل بوا أدي سمكا باشا فليسجد لسهوي ثم يسلم بس از السهوي ببا او السلام بداته او ويله بالركب سنه بدل واجبيناك فوجه عدم حسبان الثانيه مزاني وزكيتيا وخسب غبي خلاص او زمالو الرك بخين لو او سزد دوميني او سلام دوميني لو يبقى حسابنا بلا بس ان نية الصلاة لم تشملها بطريق الاصالة او وجبة طريق اصالة نيوش سزد تلاوتها لوقوعها بعد الخروج منها بعد الخروج منها بظن يا خوي هل قلت السلامية كم داوا او نوش خلاص او سزد سلامي دوم ستوشي سنتها باعتقاد خوي سلامي دومين كوشي دايته وباش نيجا ايش باش نيجا نيت شمولناك والاختلاف ان في انها من الصلاة او لا اي اختلاف شان هي عايد اخوا دا اخوا سزدي دوم جزء اكل سلامي دوم جزء اكل صلاة ايام جزء اغنية اذا ما دام ابي ببدلناك وفي فروع لهند فروع عن هي الشرعي ما يقتضي كلا منهما مقتضي هو البقسانة من الصلاة يعني ليست من الصلاة سلام الدوام عندك در من الصلاة عندك در ليست من الصلاة أو هو تناقض إذا نبي جمع بكم لبين أو تناقضي وجمع جمع كراه بأنها منها بطريق التبع للأصالة
أو يكدر إلى صلاة بتبعيتي بتبعيت من الصلاة أو يدري ليس من الصلاة وأنا ليس أصالة وشي زيد قائم ليلا زيد ليس بقائم نهارا وشي فيها وحينئذ كوابي فهي كسزدة التلاوة وشي سزدة تلاوتها وبدل وازميناك وليست كجلسة الاستراحة ماذا بالك؟ وشي زلسة استراحتين يزلسة استراحتين ببركت وبذلك بوقسي يتزه أيضا ما بحث أنه لو نوى نفلا مطلقا كابراء قوتي أم سنة لأخوذك أم لأخوائي لأخوائي نيتم ويا دركعة سنة لك فتشهد أثناءه لنا واندي تحياتي خين بنية أن يقوم بعده إلى ركعة أو أكثر وتمام السنة زور بك شونيش زور بك لدواء ثم بدا له أن لا يقوم لدواء قلت إنه والله ما عندي ما بس السلام الدمه لم يجزئه ذلك التشهد أو تحيات اللي يبدأ تحيات أخيرنا كي سنة أو بنامه سنة شيء زيادة نشتيا لأنه لم يفعله في محله المتعين له بطريق الأصالة بطريق أصالة النبوة لو خبة صادفي دانشتي وإلا يكون قد زلسا أدي أقل وقت خوي ليوابي سزدي كمين دوما زلسة استراحتينك راس حستاوى لركعتي دوم لركعتي دوم ببيري هاتا ويان قماني أبو كأمن سزدك من برديا استاد سنت قردارا دبري داني اكسر سزا سزدي دوم هذه جلوسي بين السزدتين دانا قردارا فليجلس مطمئنا بعدانش بإطمئنان أولا باتي جلوسي بين السزدتين ثم يسجد أو دبا سزدي دوم مش ببا مستقل سجدنا لو لأن الجلوس ركن لا رخصة في تركه وشي دمين دي نجم ناكوان إن برين زلسة استراحتي لو حساب دكمو ببينا وبرو استاكا عن نيكر دي نام وقيل قيل دري يسجد فقط زلسة استراحتي شي نكر دي تنيا سزد بسا لو لأن الغرض الفصل سنشي زلسة استراحة الركن شيء مستقل نية لذي خوي دان دراء للفصل بين السجدتين خوان جلسة استراحة جلسة بين السجدتين جلسة بين السجدتين جملة نية جلسة بين السجدتين جلوسي بين السجدتين بخوي جلوسي بين السجدتين كدان دراء الركن شيء بتبعي أصالة النية هل هو فصل بين السجدتين دان دراها؟ أوش فصل بين السجدتين كرديا وقد حصل بالقيام أو السجدية كمي بل هل استعوى فيها؟ هو نبو فصل؟ إست السجدية بابسا جلوسي لوسيا وردوه أو قصشان رد كديت وان سرايتوش وردوه أو قصشان رد كديت وان كدر لأن الغرض الفصل وقد حصل بالقيام سنشير غرض لجلوسي بين السجدتين الفصل بين السجدتين للرغية نالفصل بقيام الفصل بقيام بكلف سنة وردوه بأن الغرلاء الفصل بهيئة الجلوس قيام ببدل جلوسي ناكري كما لا يقوم القيام مقام جلوس التشهدي فاتحة بكلك تحياتي دي بكلك دانشتني نهني أو براوة وين علما أو زاري زاني لما يديني قلت وان شيش وش علمية فرقين يا وإن علم أو شك في آخر الرباعية أو زاري نوجك الرباعية نورانا عسر إشاعة ترك السزدتين يقنية دو أو زاري دو سزدة دو سزدة مترك ديا لشيان ركعتي زهي لموضعهما نازني شندر إشاعة معلومة دو سزدة منبر ديا بخوي سار ركعت نيا سار ركعت دكا هشت شجد سزدا الان لتحياتي يا الصحي تشش سزدا بردية دومنا بردية برنازم دوك ايشان درا سمكا باشا وزبر ركعتاني استبا هستي توا دو ركعتي دي كبكا سنشي او نوعيا شي هان سورة لحموي زرر تربي خراه تربي دبي اولو داني يقين لان الاسواء اسواء كيلو داني اسواء كوا تقدير ترك سزدة من الأولى برم لركعتي يا كام سجدتي نبرد بي وسجدتين من الثالثة
من الأولى وسجدة من الثالثة إيه لركعتي يا كم سجدة شي نبرد بي لركعتي سامش يا كشي نبرد بي أو لهم يخرج هنجني فتنزبر الأولى بالثانية. أولى ركعتي يا كم أما توابد كين بالثانية بالثانية اها بركاتي دوم بس اساس وش ركعتي دوم شو سجدي او سجدي وبس سجدي ركعتي يا كم دكبي ركعتي دومين اكاديمينيتو اه دمينيتو اه اي دروا فروبوز دمي يك سجدي دمين سجدي بتنسيا اه ابي سيمين لسيمينش ركعتي شكرديا يجمعها والثالثه بالرابعه لا تعرفيني وش تسوى سازدي أو سازدي اللي هو بس سازدي سيمينا كيدا كبي أو دوان آه أو يجيك كشي دمينة أو يش تسنيا آه يشي ركعتي دوام دقار يشي ركعتي تعرم بزاي عدد سن دو سازدي اللي في الرودة روا دو ركعتي لو دمينة توا آه ركعتي يكام سازدي نقصانا ركعتي دوهم ركعتي يكام سازدي نقصانا لركعتي دوام او سجدي لو داوين سر ركعتي يكم نقصان بلا هو يكم كتواو بلا تناقيكوا بلا هو يكم كتواو ادي دوام دوهم سجدي دمينه تو او في الروروي نبتهيش نبتهيش او زاري لركعتي سيم سجدي نقصان لركعتي صارم ركعتي سجدي داوين سروي سيمين كشلو تواو استاكشيو شي مان تواو يا كمو سيم يا كمو سيم مان تواو ادي دو مو صارم دو ما كبا قربان يا كمي بو صارم كش بو قربان سيم بو اه ويلغو ويلغو باقيهما اه ويلغو باقيهما باقيه ثاني ورابعي او دو سزدكاني ما بو نوا قلتن بزاع سوا من قلتن قرباني او يلغو الغا دبي او خلاص أو زاري أو ترك إيه ثلاثين إيه وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ترك ثلاثين ترك ثلاثين أتفرس سريع بيشان يعني أو زاري زاني سيس سجدين بردية إلا بينزم بردية دزارم سيم نبردية زهيل موضعها دي سنم دزاني شندرة وزبر ركعتاني دي زاري دو ركعتان دكا دو ركعت خلاص فرقينيا فرقينيا اه فرقينيا كما علم بالاولى مما قبله هروكي كما علم بالاولى مما قبله هروكو بطريق الاولاد زانم لما قبلي بان يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة ما دام أبي بيشان دو بيدورك عتام كاستدوان هذا كاشكالي تدانية تنشي أنا سجدت زيادة عشان كدري بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين أو إذا مدينة ندقو سجدة إلى ركعتي يكم بو ريكش إلى ركعتي سيم بو دوي ترقنا كردو ترك سجدة من الثانية أو الرابعة يشي ديشي ترك يا لدومي أو زاري يا لسارمي أو نبو سي سجدة سي سجدة ترك وصوب الإسنوي ومن تبعه بس إمامي أسنوي وأتباعي في هذه لو سورة أخيري وشي سيسز دي ترك كرديا أما قلت من سيسز دي وشي يقديا كما تنكتسيقو قلت وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث زهل موضعها وزب الركعتان أو وزب الركعتان زواب هردو سورتان بلان شرحكا لو يتبرد
قوتي وإن علم أو شك في آخر رباعية ترك السجدتين زهل موضعهما وجب الركعتان أو زاري لترك ثلاث فرموي زهل موضعها وجب الركعتان أقنا أخوي متنك وجب الركعتان لهد سورتان هي سورة فرق إنيا تدور دو ركعتي دو سجدي ترك دوي يانسي سجدي ترك دوي دو ركعتان دكاو براو بس إمامي أسنوي دفرمي سورة دوام كذا كاسس سجدي ترك كردوي زهيل موضعها دري وشيوينيا هذه كوا وسوب الاسنوي ومن تبعه في هذه ان الاسواء لزومهما او دو ركعتي بكا مع سجدتي مع سجدتي سجدتي شبابا او عندي زياده شنو شي سجدتي هتقول ما دام لدو سجدتي دو ركعتان با بكا استبا دو ركعتي كي بكا وش سورتي كم سجدتي زياده با سجدتك شبابا وان الاولى خيال باطل اي اولي اولي خيال شي باطل كإمام النووي والرافع فرمويتيان إلا دو سزدة ببسة دو ركعة ببسة دو ركعة ببسة بحثي أو سزدة أنك ديا خيالة شي باطلة لو بري ليه شي دايتوا لأن الأسواء أتو ندقود أسواء دادنم تقدير المتروك أولى الأولى أولى الأولى دريم سزدك لركعتي يكم سزدي يكم يترك كرديا أو يك أولى الأولى يكم يكم سجدي يكم لركعتي يكم أو يك بري أو يك وثانية الثانية لركعتي دوامش سجدي دوامي ترك دي دوام دوام أو دو بلي. أو دو وواحدة من الرابعة هكامي كامي لتسارة من جيش ترك دي أوسي أوسي فتركوا أولى الأولى إيه فتركوا أولى الأولى وشي أولاي أولاي تركر أولاي أولاي تركر ديا يلغي الزلوسة زلوسة كان إساب نيا سن شي يك سزدي بردي زلوس دبي لدو لفاش دو سزدان أو زلوسة إساب نبو لأنه لم يسبقه سجود دو سزدي لفاش نيا زلوس لا إساب خوي يك سزدي بردي إيه فيبقى عليه منها الجلوس الجلوس إيه جلوسي قردارة والسجدة الثانية سجدة دوامش قردارة يك سجدة بردية لركعتي يكم يك سجدة بردية سجدة جلوسة قردارة وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى ما دام أما ناتوانين 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 سجدة سزدي يكم لركعتي دوام دابنين. أما دابنين لو سز لشويني سزدي يكم ركعتي يكم لو ناتواني لما تقرر أن الفرض أنه لا جلوس قبلها يعتد به جلوسي نكر في اعتباري في بكري اعتباري في بكري كوابي دبي سزدي شي تكنوية ببا اي نعم بعدها جلوس التشهدي جلوس التشهدي هي لباش ركعتي دوام لو تشهدي دانشتيا نعم بعدها جلوس التشهدي وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين حتى دقات التحياتي أو جلوس بين السجدتين نبو أو جلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة بالركعتي يكم دوام أو زي يك ركعة يك سجدة بردية يك سجدة سونش قطمان للركعة هي كم سجدة شيء نبر هي سجدة هي ركعة دوامش لو يبرنا كذي سونش جلوسي نكدي إيش ده وش جلوسي كلو تشهد أو تازر ركعة تشكر يك ركعة دقة جلوسي دقة جلوسي الإنسان قردارة يك سجدة قردارة فعسل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة لركعتي سيم رسزدتش الددينوي أو الركعتي يكم تواو ويلغو باقيها سيما كتكتو أو دور كتواو تكتو أمو قلتم دبتا قرباني دبتا قرباني أو إيش خلاص والرابعة أدي إتسارمين ترك منها سزدة سزدتش ترك كرديا الآن سمكا
فيسجدها بس سجدت بباوي بصار من كتواوي إيه لتصير هي الثانية أو زود بتركات دوم سيمك لغوبه ركعت دومينا كش أويش لغوبه دومينا كهكلش تسنبو تسمش تلوسي بين سجدتين نكذبو سيمينا كش لغوبه لصار ميني يكسر دي برديا استبع سجدت شد كبابا أو صار ميني لو دب تركات دوم أو بور ركعت دوم ركعت يكم دوم دور ركعتا سجدت شد با دور ركعت إيش قرداره ما دم ما بيتن أستا كهستي تو دور ركعت دي بكادا قص سجدت لتسيرة ويلغو باقيها والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها لتسيرة هي الثانية ويأتي بركعتين. زور لك دار وش حد زاي بيك يا زور غريبة برن وما ذكره وما ذكره أبي أسنوي دري هو الخيال الباطل أصل خي أسنوي خيال باطل إنه يرافع خيال باطل نيا كما بينه النسائي النسائي بس هنا بشينيه مش بشينيه نسائي إمامي نسائي نيا نسائي محدثة هو شارعي من هذا يعني. كما بينه النسائي وغيره كالسبكي إمامي سبكيش لو باش أقول لك دانا أوكي أوش اعتراض لك دانا أوكي ناكا لك دانا أوكي تواوي غصنوي تسيقوتي عيني ويا بدل إذ ما ذكره خلاف تصويرهم خلاف تصوير أصحاب إمام الشافعية هر هندا خلاف تصوير كيا سكي راستا بل خلاف تصوير أصحابنا أصحاب تيان كرديا لحصرهم المتروك حسا وشرعا في ثلاثة أو حسا وشرعا بحسي أوان كرديا كابراك سيسز دي تركا هر أو بحسيها وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس او موضوع شدي هنا انا الجلوس شيء وكدي تصار هر اون ديا اغن اخسكي توا واتفاقهم اتفاق ينكرديا اصعب على ان المتروك من الثالثه واتفاقهم على ان المتروك من الثالثه واحده أوان اتفاق ينكديا لركعة سيم يشي ترك كديا سزدك برديا يعني سزدك مايا يحيل ما تخيله استدكات مستحيل خيال إمامي أسنوي إمامي أسنوي وايد أنا أبي سيمين هبرو بوتا هبرو بوتا أوان قوتيان يك سزدك ترك كديا لسالسي معنى سزدك مايا فإنه لم يأتي منها بشيء أدي بحساب أسنوي بركعة سيم هر إذن على قصتي زيادة شمان لغية أنهم لم يغفلوا ما ذكره أصحابش عين قصي إمامي أسنوي كديا إمامي أسنوي باوتي نغا أو قصتي واي كديا نوية وأصحاب أقاين لينيا من فرلي ترك الجلوسي اگر كابراك جلوسي ترك كرد او هايا ويا اوي او دري اگر جلوس ترك كرا اصحابيش بحسي ترك جلوسيان كرديا فران لو موضوعي اما بحسي ترك جلوسيان اكين بحسي اوي دا كين كابراك تنيا الا سيستس دي لسان بل ذكروه في بعض المثل على طبق ما ذكره عيني او تسي قوتي اوانش اوان قوتي يعني لك دانا وكي اسنوي تواوا حكم الشرعية كي تواوا بلان اصعب بحسي سيسس دان كرديا او تسو جلوسي وقد دا موضوع كي ما يلو براب كرديا وزيادي كرديا انا قصة كي حقا على طبق ما ذكره بناء على الاصح السابق ان القيامة لا يقوم مقام الجلوس او بناء الاصح وعلى مقابله أجا مقابل أصحابي قيام داء النشيد شن جلوس وعلى مقابله وعلى مقابله بناء على الأصح السابق أن القيامة لا يقوم مقام الجلوس وعلى ما مقابله مقابل كدر قيام لذي جلوس داء النشي لسر أو رئيش هر بعسيان كرديا أو بعسي جلوسيان كرديا فالاعتراض عليهم كاعتراض إلى أصحابي قلتيا إمامي أسنوي كوانا باسي جلوسيا نكرديا أوتي قيشت النقطة شواي هنا كز باسي نكرديا غفلة عن كلامهم الذي كلامي وانسيا
استفيد منه واستفادة ذكره أنما في المتن أو المتن داهم من هذا وإمام النووي رافع فرموتيان مفروض في ترك السجود فقط أو إلا بحث سجدان كرديا وما ذكره المعترضون أو أن المعترض كان إمام أسني أتباعي مفروض أي في من ترك معه الجلوس شرعا وإن أتى به حسنا لو أبي أبي جلوس كي كرديا بلن جلوس كي فاش سجدية كما كأنما نيكرديا بحثي بيها وصلى الله على سيدنا محمد. أقسم إمامي أن أستمر في الشيخ.